مرحبا. اليوم رح نعمل طبق صغير بطاطا مهروسة ونقليها بالزيت، تمام؟ مثل قريبة باللي بيعملوها ماكدونالدز بس بطريقة تانية. أول شي سلقنا البطاطا، رح نحطها هون، رح نحط فوق شوية بقدونس، هالبقدونس نكهة يعني مش كتير، ونحط البهارات اللي هني ثوم، بصل، ملح وفلفل أبيض. أنا لحط رشة بقسماط تخلي البطاطا شوي تتمسك معي منيح، تمام؟ ما حنضف لا حليب ولا زبدة ولا أي سوائل عشان تمسك معي مزبوط. يلا بهرسها وبرجع لكم. بعد ما هرستهم رح نعملهم بايدنا مزبوط عشان الدنيا هم يخلصوا تمام مع بعض، اوكي؟ قد ما فيكي هرسيهم. هلا شوفوا هرست مزبوط، تحسوها قطعه وحده صارت. شيليني هاي مشروطي وطلعتي كتلات مشراتي تضعف، شيليهم تمام لانه شكله ما انسلق منيح، بطاطات كانوا كبار هيك تمام. تمام هلا ناخد كمية بهي الطريقة، نعملها دوائر بهي الطريقة بإيدك، شكليها بالطريقة اللي بتقدري عليها، تمام؟ بنحطهم، رح شكلهم، رح شكل وحدة تانية بعدين بشكلهم ونرجع سوا فرجيكم شو بنعمل فيهم، تمام؟ طبعا فيكم تحطوا اللي بحب جزر، بصل أخضر، تشكلي خضرة يعني، بس أنا بحبها هيك، بس بقدونس تعطي نكهة، ما بحب خبص كتير. اوكي رح اعملهم وارجع لكم. وهيك بعد ما سويتهم كلهم بهي الطريقة، تمام؟ هلا نجيب البقسماط والطحين والبيض. البيض انا رح نكهه بشويه فلفل، شويه البهارات رح احطها بالبيض، شويه فلفل اسود، شويه ملح، شويه بصل وثوم باودرز، تمام؟ اعطيني شوكة، حطي شوي ملح مش كله ورشة ملح، تمام؟ اخلطهم مع البيضة بهي الطريقة. حاولي تحكيهم منيح ما تخلي الكبتيه كتير علشان ما يجي بطبقة وحدة على بيض على بطاطا وحدة وتحسي بحرارته، تمام؟ بهاي الطريقة. هلا ناخدها، انا بحب اعملها قبل بالطحين، تمام؟ عشان البيض ما يلزق لي طوالي بحبة البطاطا. هلا بغمسها بالبيض بهاي الطريقة وبرجع بحطها بالكعك. بهاي الطريقة برجع بعمل التاني طحين. برجع بغمسها بالبيض. سهلة جدا جدا. اللي بده يظبط المكونات يمشي معي تماما مثل ما عملت بالضبط ويعمل طريقتي. أنا مثل ما عم صورلكم عم بعمل.
لا عم بزيد ولا عم بنقص ولا عم بعمل اي شيء بالفيديو، تمام؟ عادي هون اذا شفتوا البيضه ما كفيت تحطوا بيضه ثانيه على نفس المقدار وخلطوها بنفس البهارات، بس كلها بصحن الكاسي شفتوا؟ انحركوها. ما تقولوا يي خلصت البيضه شو بدنا نعمل، عادي جدا كيف بيضه ثانيه. نفس الشيء بالنسبه للطحين وللهيدا. هلا هون حمينا الزيت شوي مش كثير، مش مثل ما نقلي البطاطا علشان ما نخليهم بس يتحمروا على شيء خفيف، يعني نحن اوريدي سايبين البطاطا، البطاطا مطبوخه تمام، قد ما بس راح خفيف وبنشيلهم. تحمر اول فرج وقلبتهم، هلا بس يتحمروا شوي من تحت. بهي الطريقه صار عندنا الطبق جاهز. انا هالمره عملته سريع، طالبينه بدهم ياكلوا قبل ما يمشوا، بس بالعاده لما اعمل البطاطا بهرسها وبجيب كاس صغيره مثل هاي وبعملها مثل ما بعمل العجين، طبقها بيطلعوا كلهم نفس السمك ونفس الدوائر. يعني بحب يعملها بهي الطريقه، يعملها بتطلع انضف واجمل وكل قرص قد الثاني. بس انا هلا اشتغلتها سريع بدهم ياكلوا يمشوا تمام. ويعطيكم العافيه على المتابعه، وما تنسوا السبسكرايب والشير واللايك. الله معكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك، بتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.